أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بلغت 14% بإجمالي معدلات تكريك قدرها 11 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس هيئة قناة السويس بموقع مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة. وأكد رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام عدة كركات للعمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، بما يمكن معه ضغط الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المكررة وهي 24 شهرا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. الرئيس ان المشروع ده يخلص في 24 شهر وست شهور احتياطي، ان شاء الله ما نحتاجش 6 شهور، نخلص ان شاء الله في يوليو السنه الجايه. احنا ماشيين طبقا للمخطط الحمد لله، مفيش عوائق بتعوقنا لغايه دلوقتي، شغالين كويس سواء في الجزء بتاع التوسعه او في الجزء بتاع الازدواج، فان شاء الله نخلص في الوقت المحدد. التكلفه تقريبا هتبقى حوالي 3 مليار جنيه مصري. المهم الكركتين مهبة ميش وحسين طنطاوي، ما وجدناش ان في داعي ان احنا نستعين بكركات اخرى يعني من الخارج. احنا قادرين ان احنا بامكاناتنا وقدراتنا بالتعاون مع شركه التحدي اللي هي اساسا شركه اللي تتبع لقناه السويس مساهمه مصريه مع جرافات وقناه المواني، ان احنا نخلص المشروع ده في الوقت المحدد.